كشفت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عن تفاصيل مباريات الجولة الخامسة والسادسة من البطولة، مبتورتين من مباريات الفرق الوداد الرياضي الرجاء الرياضي والنهضة البركانية والجيش الملكي بحكم التزامهم بالمسابقات القارية دوري الأبطال والكونفدرالية. وأهم ما يميز هذه البرمجة المذكورة إقدام العصبة الاحترافية على تأجيل مباراة الديربي بين الرجاء والوداد التي ستجرى في الجولة السادسة بحكم التزامهم بمباراتي التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. وسيواجه فريق الوداد الرياضي أحد الفرق النيجيرية للتأهل من الدور الثاني بدوري أبطال إفريقيا صوب دور المجموعات.